أول مرة عبد العزيز ولا هي بآخر مرة الظاهر. حدثت بعد مباراة في نهايات كأس العالم تحدث من جديد. أنا شوف اللي قاعد أسلم، أنا أسميه هذا مراهقة إعلامية بصراحة. يعني هي هم يعني الواضح أن اللي موجودين يعتقدون أنهم أذكى الناس، وهم بصراحة أغبى الناس. يعني أنت جالسة تمارس الأدوار هذه بطريقة ساذجة جدا، ولا فيها أي يعني أي مهنية أنك تجي تعيش الدور. ترسل لك مجموعة مرتزقة أنا أسميهم، وبعدين أنت تطلع بصوت بصورة العاقل اللي تبغى تهدي الأمور، وأنت أساسا هذول الأدوات اللي قاعد تستخدمها. فهذه الأشياء اللي قاعدة تصير ما تمشي على أي يعني أي ذيلب اللي قاعد يصير في هذه. الشيء الآخر لما يقول إحنا بدون جمهور وإحنا بدون جمهور، أنت خليت لك جمهور، أنت خليت لك يعني مع احترام لك بين قوسين لك شعب، أنت سحبت جناسيهم، ما خليت إلا مجموعة قاعدة تاخذ تغرف من الريال القطري اللي عندك. فطبيعي جدا أصلا ما يصير عندك جمهور. يعني هم إذا أخذوا جزاتهم راحوا لبلادهم يعني في النهاية. يعني أنت بقيت لك شعب يشجعك أساسا، خليت لك أحد صديق لك أنت. الحين هي بالقضية أنك تجي الآن الحين تمارس دور الضحية عليه وأنك المظلوم والمظلوم. وبالرغم من ذلك اللي كان يبغى يساند المنتخب القطري في الإمارات الطرق والسبل المتاحة، وبالعكس في دعم كبير. أنا بالنسبة لي طبيعي جدا اللجنة الآسيوية متابعة والفيفا متابعة. طبيعي جدا ما عندي جمهور. أنك أنت غيرت التركيبة السكانية، غيرت النسيج الاجتماعي عندك. ما ترى ما تضحك عليك الناس، تلبس اثنين ثلاثة شبه غتر يرفعون أعلام لما تتكلم معهم، ما يتكلمون لغتك. لما تجي تذكر أساميهم آخر شيء ما حتى ما في اسم احترامي، يعني آخر شيء خان ما خان، بس تغطي تحط اسمين. فلا تقعد يعني لا تخلينا نوصل للمرحلة هذه. الشعب القطري ما عنده مشكلة فيه، الشعب القطري الأصيل، الشعب القطري اللي تربى في قطر، هذا ما عندك مشكلة فيه. مشكلتك في هذا يعني حتى منتخبهم الآن مو آسيويين، يعني جايبين الناس من قارات أخرى. صحيح. يعني غيروا حتى التركيب السكانية لقارة آسيا. يعني حتى منتخب قطر لما تشوف اثنين يتكلمون لازم واحد في النص يترجم بينهم، المنتخب نفسه. حتى لاعبين السعودي لما يلاعب هو المنتخب القطري تلقاه يوزع ابتسامات معه، ما يفهم وش قاعد يقول. انا شفت اليوم حتى اللاعب السعودي الظاهر البريك راح وراح لما الهيدوس، لان الهيدوس يمكن هو اللي يتكلم العربي الوحيد، مشى معه يعني انه قطري ولا. فلذلك يعني حتى فرحتهم فرحه، تلقى فرحه افريقيه وفرحه أرجوانيه وفرحه، يعني حتى يعني مهيب تكلم بثقافتك، يعني مهيب لنا ولا حنا لهم. هذولي يجي فجاه يقعد يتباكى، يعني انت اذا من طق باب انه طق باب عيب اللي قاعد تسويه. يعني لا تخلينا نوصل لمراحل زي ما يقولون اللي تحت الطاوله نطلع لك. تجي اثنين ثلاثه يقعدون يمثلون قدام الكاميرا، يعني حتى التمثيل رديء، تمثيل رديء. انا متاكد 100%. انا سمعت حتى حسين الصادق لما يتكلم شخص مسؤول وعاقل. هذول معتبرين هذه بطولتهم، هذه مباراتهم، هذا طموح، هذول طموح. يعني هم يوصلوا للمرحله هذه خلاص، انا بالنسبه لي اعتقد البطوله انتهت عندهم الان. هم خلاص ممكن الحين خلاص كل واحد يروح قمه الطموح، كل واحد يروح ديرت. انا اللي موجودين هذول باتاوا، حتى اتوقع ان الاموال اللي يستلمونها رواتب تروح له، يعني باخر شيء اذا خلص وظيفته في المنتخب يبي يرجع ديرته، تلقى باني ما باني في الالعاب راتب في عقار زي كذا. انا جالس اقول الكلام هذا لانك استحي، يعني انت اللي تبغى انا اتكلم كذا. يعني انا اللي قاعد اقوله رده فعل، احنا من يوم بدات البطوله واحنا الوضع طبيعي جدا. انت تبغى تنتظر الكلام هذا، احنا نقول لك الكلام هذا. التمثيلية هذه انك تطلع بدور البريء والنظارة وما ادري شلون والضعافة وانا لا خلاص. لا الاول الحلم اللي قاعدين مارسه معك او قاعدين يمارسونه حتى على المستوى شوف انتهى خلاص. الان ما في الا كل شيء مفتوح عندنا الان. طيب لذلك انا اتمنى يعني خلينا نقول مو للشعب القطري، للمرتزقة هذولي يعني مدة صلاحيتكم قليلة، فخليها تمشي البطولة هذه. المنتخب الإماراتي، شعب الإمارات يا أخي استضافوا بطولات أعظم من كذا، واستضافوا دول وشعوب مو قادرين يستضافون مجموعة من عندكم. فلذلك لا تقعدوا تمارسون الدور هذا والمظلومية داخل البطولة. لو كملوها عبد العزيز جابوا اشتروا لهم جمهور زي ما بجنسوا، تجنس لاعبين كلهم تقريبا. جايبين وفد اعلامي اصلا مو ذا. اشتر لك بعد جمهور وخله يحضر وخلاص. والمجال مفتوح. مفتوح. لكن فيصل